ومركل برنامج كيني عافمات كي رمضانك رمضان كي عافمات كا وحان ورجلنا برشدة الصومالية إن عافمات كودي فرح الله يعني رمضان كودي كل ما يستان سي فرح الله إن هالقضية أنا وحان ربنا واضل له واتي انكسو هذا اللي سحورتي مركن كان ليني ويعني عمتد عليس كبضن لي ايو وحيابا شيلني وحيابا بس بس كلا ايو وحيابا سوبك لينس كيلا لي انا الحين وعاكلو ايضا مهم يعني حلق السحورتا وحا ايضا يعني لوبا يو ريبا دد وحاج الوطن لهني وحيابا مع معانك اما شاه بدن عبا شاه بدن وحوكينا يا ودد عبا يعني وليبا سعورتا كادي بدن وكينا كادي بدن وحواي طبعا وحي سمين إيسا وحي سو صار إيسا معايتو عصبدي معدنتي سو صار إيسا مركا إيو بيو بدن مركا تاس وحي كيني كريسا يعني فوق بحي وكيني كريسا معناتي حكتو إيو قفكي وحجم واي بس وحا كالولا لكل مكرا بروبريموين كالولا لكل مكرا مالباتوين كالولا لكل مكرا وعين خونيسا داتك يعني وحيابها مع معان كالي قاطا وليوا وحتى أنا قبل سكرت محي كينيسا مع معان كأما معاي تشاء معان أما مع معان كأن كالي وحي كينيسا ويعني سبب كرايان إن أي سببتو محوا هايتو إن سكرتي جيرك كروك عضو سكرتا مركا كروك عضانا ما ننتي حكته يعني اي يعني لصو صار انسولين بدل انسولين كينا سكرتي مركا اي ردو دادكا وليبا انقبينا ان كان لينا ما سكرتي اني هوس وردو مركا سكرتي هوس ودعدا على موين كود اني كسو بحضو ما ننتي حكته او يعني قفكي اوودي وايو سونكي او اسكو اركو تبردرو دال بدل او كونسنتريشن كيس ام فيجنانتي سي خوف فيجنانتي سو هوس ودعده ان ما هايتو توردر اد حق بدن ليد ديار او كانو وما هايتو دقائق ودقائق كل وايو واح اكتيفيتو سبين كري وايو وحاصلنا وحاول مركز علامويين يعني سكرتا اي هوس ودعده واي وحانا طبعا اي كتم يعني مركز صوتي الرادنو والسكرت يعني وحيابا ما معانك اما ابينكي وقفك وقادنا ايو وليبا سحورتا ايا كيني سمحلو بهايا مركا حلو بهايا قفكي انو اسكيلا لي وحيابا سمعان وسحورتا وكو سحورنا ايو ويعني يشاه بدنو معان وقاتو ومحايت وحيابا حصلنا انو اسكيلا ليو ايا اللوب باين سير لوغو سير هتكرو اسلام مركين وحا مهم ان سعد ان شيغين انو دكتر كيسا او لا حريرو هدي ارنتي سي جوكتي او نقط تنكلو ايدنا مهم كا وحي تهي واتانو كتلين بيه بدن ان لعبو بيه هس بدن ان لعبو وحوين ترايان محايا لي قفك جركي سي يعني فوق علين وصمعين ايان هدي بيه عبيتان كودي او يرادو كو ayaabaan kala qaar ka si shaadan sheegayna kaadi badan bixinayna isku tagaan waxa dhacayso in hoos u dhac uu ku yimaado ma aragtay yani bihi marka yani qofkii fuqbax uu ku dhaco halkaasna uu ka timaado inuu pressure-ki hoos u dhaco oo marka ay ku soo baxdo calaamoyinkii pressure-ka hoos u dhaca oo u badan oo ama aragtay tabar darro استاغ لان دقاق لان اصوح وقب سن كرينين دقاق سمين كرينين وحيابها صوردان ايا كسو هذا وتوردر هذا كايمان يسو مهايتو بريشر كاس وصو دعي تاوح اللون باية مركز لوغي سيرات كوري كرا ان عبيتان بدن لسمايو ويعني سحورتا marka arinta dhacdana diiq qofkii wali wuxuu aad u sii darantay madax xanuun hata la socdo wuxuu aad u sii darantay kullama oo yaani qalbi la sii gaarana aad u sii darnaanisa marka qofkii qol qabo inuu galo oo yaani halka ku jiifto maxuu ahaay ila afrika uu ka gaarayo kana feejignaado in waxa loo baahan yahay biyihii intaan sheegayna uu cabo oo ilaa 10 kalaas ah waliba saxuurtana inuu ila wax kale la sii socdo waxyaabaha ku imaanaya sida boorishka iyo suubka iyo marka isku daro waxa la rabaa in xaggana ay ka yimaadaan cabitaan kale ilaa 13 tagaysa marka waxa loo baahan yahay cabitaankaas aad in uga fojignaado oo
يعني اسكح او يعني اد او دال لو باهي ميد كالي لا سكون كرتا ان خليغا مهايت رمضان كا وحا واي سو راعي كريسا وحا واي مرق حنون ولي ددك قار كود ام ددك وايلكا يحبن حنون marka waxa dhacda in murxanuunkaasiyo in badana ay sabab u tahay yaani qaadasho la'aanta yaani qudarta qudarta oo liba yaani iyo fruits ka kala oo wata calciumka iyo potassiumka macdanta iyo magnesiumka iyo oo aan soo sheegayna sida mooska iyo aan soo sheegayna timirta iyo qudarta kale iyo oo dadkan aad u qaadan ayaa isku arkay waxa loo baahan yahay qofka xilliga soonka inuu aad u badsado qofka murqa xanuunka isku arka inuu badsado yaani qudaartaas aad u badsado ayaa aad loo baahan ama ayo cabitaan fruits ah ama ayo maxaa ay tahay noocyada kale ah ayaa loo baahan yahay mid kale oo aydan important muhiimka ah waxay tahay waa mid kale oo ah lafa xanuunka lafa xanuunka dadka qaar kood waxay ku sameysaa dadka waayeelka iyo dadka qaba arthritis-ka ayaa aad isku arkay maxaa yeelay gaar ahaan salaada markii la galo oo waliba taraawiixda yaani dadka qaar ku waxaan qoray dad oo awoodi waayo oo dhibto ayaa la arkaa marka ama lugaha ay baraan dadkaas waxa loo baahan yahay in yaani markii soonka ama ramadaanku bilow yahay inay xiriir sameeyaan dhakhaatiirtooda la xiriiraan loo baahan yahay inay exercise ama socod fiican ay sameeyaan si ay muxuu ahayto runtii u hadhow ugu dulqaataan taraawiixda salaada taraawiixda yacni iyo xibna qofkii haduu qabay arthritis hore loo ogaana waa inuu dhakhtarkiisa la xiriiraa si muxuu ahayto daawooyinka arthritis-ka oo u daa'imo u qaato yacni xilliga ramadaanka waxaan u rajaynayaa bulshada soomaaliyeed islaamka ah in yacni ramadaankooda ku dhameystaan farxad iyo caafimaad insha allahu tacaala wabilahi towfiiq wasalaamu allahu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.